يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا درس مهم جدا للإطالة. حنكثر تمارين الإطالة ولكن اليوم حنتطرق لتمرينين. التمرين هذا مهم جدا لتحسين الركض. الإطالة سهلة، كل يعرف تماريننا في الإطالة صح ولا لا؟ الآن حناخذ تمرين مهم جدا للحوض لخلف الركبة لأعلى الركبة للتحكم في الركلات وسرعة الركلات وثبات الركلات وخصوصا سحب الركلات. الناس اللي يقول مثلا ما هي التمارين مناسبة، فإنك تركض أكثر من ركلة في الهواء يكون عندك تحكم وكنترول في سحب الركلة. تمرين بسيط، التمرين اللي حناخذه الآن حيعطيك كل هذه النتائج. حافظ تركيز، بدأ تركيز حي، تكي على طرف الأيسر، أنت أيمن ولا أيسر مفضل؟ أيمن. طيب تكي على اليسار مبدئيا. أوكي واجه الكاميرا. أوكي طيب تكي 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 كأنك تتقهوى شاهي. أوكي واجه الكاميرا، خلي جسمك رجولك. يا سلام. أوكي طيب الآن من هذا الوضع تكي تماما تمام، تكي تكي عادي براحة. رجلك هذه تفتكر التمرين حقنا صح؟ تضرب ستوشن وكان رايزنج كيك، ترفع تنزل رجلك الى قبل الارض وترفعها لاقصى ما يمكن، واحد اثنين ثلاثة، تروح 30 حركة كذا كم؟ 30 حركة، 30 مرة مع شد الركبة، لا تخلي الركبة مثنية، مرة لا تنثني ركبتك. بعد 30 مرة حنختصر، ما حنسوي 30 الان للكاميرا. شباب تصور التمرين تمام. بعد 30 هنا تمام حتقوم تاخذ رجلك وحتروح دائري، وسع الدائره وسع. شوف لاحظ قبل شويه في الاولى، ارجع 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 الحركه الاولى، الحركه الاولى رايزنج كيك بالاصابع. هذه الركله كنا نطور فيها ركله الاكس كيك، ركله الفاس وركله ستيشن كيك تمام. الركلة هذه متجاوز، كنا نطور الركلة العالية والركلة الساقطة. الآن دوران، لاحظ قاعدين ندور رجلنا اللي هي الراوند كيك، واصل مع توسيعة الحوض. حاول تشوف، لا كذا شكله غلط، روح على السيف، سيف القدم، وتروح حركة دائرية واسعة. شوف بعض الناس يوصل لين هنا ويكمل الدوران، لا كذا غلط. روح، الهدف منها زي ما قلنا إطالة توسعة الحوض، فك الحوض. ركزوا معايا يا شباب، ها فك الحوض اقصى ما، شوف الرجل هنا غلط شكلها صار، يوقف لاقصى ما يمكن للخلف مع استقامه الركبه، واسع دائره، ارسم دائره، تخيل الدائره، ارسم دائره برجلك يا سلام. ايوه، وركز في فتح الحوض مع الحركه واعلى ما يمكن. حنروح كم؟ 30 30، وبعدين حنعكس الدوران 30، اعكس. اوكي أكس. هنا بعدين الناس مع التقدم في التمرين، اللي لاحظ التمرين هذا ويتقدم فيه توصل طقطقة في الحوض، فهذا الشيء اوكي ما هو بطال، استمر عليها باذن الله حتلاقي عندك حركات مرونه في الحوض او مرونه في الحوض. برافو تمام، كويس هيدا، واصل واصل شباب. اوكي بس نعم، لما اسوي الدائره اول ما اوصل هنا يكون في شد. ايوه والم. طيب انا اوصل هنا طيب ممتاز. الالم في الحوض ولا لا؟ طيب ايش احنا قاعدين نسوي؟ احنا قاعدين نفك الحوض. جو 30 يمين و30 يسار، واصل. الان التمرين اللي بعده اختصار يا شباب، احنا قاعدين نختصر. 30 بعد ال 30 اللي سويتها الان حتضرب يوكو جيري. يوكو جيري اثنين، تعرف يوكو جيري؟ اوكي يلا فوق، واحد اوكي. كم مرة؟ 30 30. بعدها بعد 30 مرة حتمسك قدمك من هذا المكان وتوصل بحيث انك تسحب ساقك لأقصى ما يمكن. روح 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 كمان روح، انا حتدخل واساعد، لو عندك مساعد في البيت يساعدك. بعد التسليم والإحماء حتسوي التمرين هذا وتنزل تنزل 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 تنزل. اوكي واضح؟ بس واصل. روح كمان، روح اسحب اسحب، اقصى شيء اقصى شيء اقصى شيء. رجلك ولا رجول الجيران دي بس؟ ها؟ اقدر اسحبها. مين رجلك؟ الا رجلي. طيب اسحبها. اوكي امسكها كذا. اوكي جوا 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 جوا
اوكي تمام. بعدها شو نسوي؟ حنروح يسار، تكي على اليمين الان، روح على رجل الثاني. لا لا واجه الكاميرا نفس التمرين. اول شيء 1 بالرجل 1 30 مره، بعدين دائره طبعا يدي زي رجل 30 مره، بعدين 30 مره، بعدين يوكو جيري، بعدين مسك القدم 30 مره. واصل اقوى؟ لا مو زي كذا. شوف كذا غلط، شكله غلط. شوف قاعد يضرب الخصم اللي هنا بهذا كذا، لا كذا، وتضرب الخصم بهذا المكان كلية القدم هنا. واصل؟ بس قوة. كم مرة يا تركي؟ 30. والثلاثين اللي بعدها كيف حتكون؟ دايم. وريني شوف كم مرة؟ 30. بعدها؟ اوكي بعد الثلاثين هذا شو تسوي؟ وريني فوق هنا اوكي بعدها؟ كذا من هناك اوكي تمام. 30 مره تمرن التمارين هذه شباب، وبعدين انا قلت تمرينين صح؟ هذا تمرين واحد، اسف قبل ما اختم الفيديو، هذا تمرين واحد. تمرين ثاني قوم تركي مشعل معي بسرعه. تعال هيثم نسوي تمرين الضفدع، احنا نسميه حسيت تجلس بالشكل هذا، وضعية الضفدع طبعا بعد الحمام مش قبل الحمام، لازم تسخن كويس. بعدها حيجي زميلك ويجلس من الخلف. اوكي الى ان يلامس الحوض الارض تماما تمام، وتنتظر بهذا الشكل الى ان يهدى الالم ويصبح طبيعي جدا. طبعا وضعية مشعل كذا مشدودة ما هي عاجبتني، يجب ان يداتك على الجانب اوكي، ولا تخلي انفك على الارض، خلي خدك على الارض، وانتظر الى ان يختفي الالم تماما. وبعدها تبدا المرحلة الثانية اللي هي مرحلة توسيع القدم، توسيع. اذا ما يقدر الزميل يسوي كذا وبروته ما هي كافية اوكي، طبعا مشعل يقدر بس احنا حنوريكم الطريقة اللي بالنسبة اللي ما يقدر. ارجع وفك حوض، اجلس وفك حوض اوكي، ونام نفس الطريقة، وارجع يا هيثم نفس التمرين اوكي. بهذه الطريقة ان شاء الله حتفك الحوض بالكامل، مرن عليها كثير وحتختفي مشاكل الحوض. بالنسبة للمبتدئين، بالنسبة للصغار، بالنسبة للمصلبين اللي ما قد مارسوا اي رياضة، لا يتحمسون يخشون في الحركة دي على طول، يجب من تمارين التبريد ثم التسخين. بعد التمارين هذا ايش فيه؟ تبريد اوكي، اللي هو تدليك المساج، بعدين احماء، بعدين بعد نهايه التمارين هذه كلها تسوي مساج مره ثانيه للارجل والاماكن اللي تمرنت حتى يرجع الدم فيها. وبالتوفيق يا شباب، نلتقي في الفيديو اخر. بس خلاص قفل الكاميرا. تذكير قبل ما نختم التمرين، في ناس طلبوا ركله الهوكيك، الهوكيك او السبين هوكيك. كيف نطور الركله هذه من نفس الوقت؟ كل اللي علينا نسويه اوكي، ايوه ارفع رجلك اعلى من كذا اوكي تمام، روح تمام، كبر الدائره تحت اختك واحد ايوه. لاحظ الحركه هذه، معلش تركي، الحركه هذه تحتاج لعضلات قويه هنا وانسجه قويه، الركله هذه تحتاج لعضلات وانسجه قويه في المكان هذا، فهذا التمرين حيساعدك على اكتساب قوة وأنسجة قوية من خلال هذا التمرين، أو تمارين الكيبة اللي تعرفوها، أو رفع ووقفة الفارس. اوكي؟ تمام؟ مواشي أيضاً. كمان. طيب، جميل جداً. امسك ركبتك هذه. امسك الحزام. اوكي؟ بيدك هذا، خليها تفكير. يلا مواشي. هوك مواشي، باكس، اي دوران الان، دايري، كان راوند كيك، كيف راوند كيك؟ راوند كيك، زي الهوك، راوند كيك حركة دائرية، ركلة كوكي، اوكي، ايوه،
اوكي ايوه اوكي 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 كفايه خلاص. اس